حد هاي التربه، راه ما عندنا والو، ما عندنا لا فلاحه، ما عندنا زيتون، ما عندنا حتى شي حاجه، غا الحجر والدلم ومولي عفلم به كنعيشوا. هاد الناس كامله هاد الهبه هادي شحال من كتجي لعندك؟ هاد الهبه هادي كتجي مني كان من ايام محمد الخامس الله يرحمه والحسن الثاني الله يرحمه، وكتجي والعاده ديالنا كنعطيها لمقدم السيد عند محمد السادس نصره الله او كذلك. دابا تفاجئنا بان ميمات بركه، تفاجئنا بان الاحباس ما يعاودناش ودينا ديالنا الفطره ديالنا دولتنا بالروح، احنا باقيين بالروح. الهيبه الملكيه كتجي معها 200 ديال الجدرميه، 300 ديال العسكر، يعني شحال من طروبل ديال العسكر ديال الله ياو كيقمعونا كيعملونا، يعني حنا ما حناش بلاد، حنا بلاد الحق والقانون. وعاش الملك. عاد سيدنا يعني كيصيفطنا هالمساله منا لهنايا يعطوها لنا، علاش غادي يسلموها للمندوبيه؟ المندوبيه كتب الطريق ديال العرايش كتسلموها لهم تما، وجاو معنا ندعوا مع سيدنا كما كندعوا معاه دائما طول الحياه. الله ينصره، الله يحفظه، الله ينجيه، الله يقواه، الله يخليه عمامه فوق الراس هاد المغاربه. هذه كنبغيو نوصلوها للمسؤولين والكباري واللي كيهمهم الاب، وزيدنا على راسهم سيدنا صاحب الجلاله محمد بن سبيط يشوف فينا ويرفد علينا هذا الظلم ويرفد علينا. حنا ما عندنا حتى شي حاجه في الارض، ما عندنا فلاحه، ما عندنا زيتون، ما عندنا حتى شي حاجه. الوحيد اللي كنعيشوا به هو اسم ديال جدنا مولي عبد السلام، كنعيشوا به كاملين بينا. هاد الناس جاو بقاو يديونا ديالنا، غادي يهاجرونا، الدعوه بهم من الله، وحنا كنستنكروا الصفه هذه اللي جات بها الاحمد كتحوس لنا رزقنا، وحنا كنشوفوا بعيننا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الاحباس والعماله والدائره والقياده والجدرميه، واش كاين شي واحد الحجم الملكي كيجي مولانا عبد السلام يعني ب 100 جدرميه؟ واش الحجم الملكي كيجي يعني عندنا 600 العسكر كيقمعونا؟ الله يحفظنا بسيدنا. يعني تحليله جاء طبعا الحال ناض احتجاجات، وهذه الاحتجاجات ما يمكنش نحكموا فيها، لان الاستفزاز كيؤدي عار عليهم يديولنا الهيبه ويخليولنا الهيبه، ما كانش نشوفوا حديثنا لا حنا ولا ولادنا.